خديوي في شبرا الخيمة عنده طبق كشري فاجر، طعمه حكاية، رز على التقلية على المكرونة على الشعرية على الصلصة، بتخلي الناس كلها تقف طابور. فعلا الخديوي واحد بس في شبرا الخيمة. الخديوي عامل لكل متابعي أكلة عدنان 10% لمدة 10 أيام، وكمان عنده الطلب الجميل دون بيبتدي من أول 10 جنيه، 3 نجوم وهلال، من 1994 وفاتح في بهتين وأحمد عرابي والشارع الجديد ومبيومي، وعنده كل حاجة زي ما بيقولوا كده ملزة وطاب، يعني هتاكلوا طبق كشري. وحب أقول لأهل شبرا الخيمة يا بختكوا إن انتوا عندكم الخديوي. الخديوي عامل عروض كمان للمصانع والشركات، وبيهتم جدا بالناس البسيطة وبيقول لهم تعالوا كلوا وبسطوا. عنده بقى الطواجن، إذا كانت الفراخ ولا حتى اللحمة طعمها حكاية، كل حاجة حلوة عند الخديوي، من أول السلطات لحتى كمان الرز بلبن والمعمر عنده. سحبت الطبق بقى كده من على الترابيزة وحطيت عليه الصلصة والمكرونة على الرز على التقلية على الحمص على العدس، يا جماله يا حلاوة طعمته. وأحلى سلام لأهل شبرا الخيمة المحترمين، وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، وجنبي الحاج عماد صاحب الخديوي قلت لنا الرعشة الجميلة الحلوة اللذيذة. طبعا الخديوي من 1994 بالظبط. كشري ابتديت ولا كشري والطواجن زي ما هي؟ لا كشري والطواجن زي ما هي. زي ما هي. انت ليك كم فرع اصلا؟ 4. فين هم مكانهم؟ ام بيومي واحمد عرابي والشارع الجديد وبهتين. يعني اللي هو نزلت الكوبري بتاع احمد عرابي على الشمال ده بتاعك؟ اول فرع ده يعتبر 94 اللي هو اللي عند كوبري احمد عرابي. اللي عند كوبري احمد عرابي ده كان اول فرع ليك؟ ده اول فرع. وبعد كده ابتديت بقى تخش في الفروع الثانيه؟ بعد كده بهتين والشارع الجديد واخيرا ام بيومي. طيب في ناس كتير بيشكروا في الطاجن المخصوص بصراحه اللي هو اللحمه والفراخ طبعا نفس الوضع، بس اشمعنى اللحمه الناس كلها بتهتم جدا فيه؟ لان احنا كل الخامه بتاعتنا تعتبر طبيعيه، يعني ما فيش حاجه مستورده، ما فيش حاجه، وبعدين القوطه قوطه، ما فيش حاجه اسمها صلصه، ما فيش حاجه، يعني الخامات كلها بيور. تمام. اللحمه اللي انت بتجيبها دي لحمه بلدي ولا مستورده؟ لا بلدي والله. بلدي؟ لا لا، من ساعه ما اشتغلنا ما اشتغلناش مستورده. يعني بتيجي الذبيحه بتاعتك؟ لا لا لا، الذبيحه بتاعتك مثلا بتيجي على اسمك؟ انا متفق مع متعاهد مع واحد، هو بيقول لي لا، بقاله 20 سنه معايا الراجل. 20 سنه؟ يعني يعتبر من اول لما فتحت؟ يعني بتاع 4 5 سنين كده، وبعدين غيرت واحد وبعدين ده اشتغل معايا. وبالنسبه للفراخ؟ الفراخ بتيجي من المجزر على طول. يعني على طول يوم 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 بيوم. ما بحبش احط ولا ثلاجات ولا الكلام ده. عشان الحاجات ما تبقاش زفر ما تبقاش بتاع، يوم بيوم على طول. في ناس بتتكلم على الصلصه. الصلصه عند حضرتك هنا اللون بتاعها برضو حابب ان انا اوريها للناس ان هم برضو يشوفوا الصلصه اللي هي فاتحه لونها برتقالي. لان احنا ما بنحطش لا صبغات ولا الوان. الزرع بيبقى عير وساعات مره اخضر مره احمر، ففي ناس بتحط فلفل تحط لون تحط بتاع، فاحنا حاطين كل حاجه بطبيعتها. لا ما بنحبش الاضافات والحاجات الصناعي والكلام ده. ما بتحبش؟ لا لا لا. طيب بالنسبه المميز عندك المكرونه والكشري والحاجات دي كلها بفضل الله، وعندك من كام مثلا الطلب؟ بيبتدي من 5 جنيه. من 5 جنيه؟ العلبة ولا الطلب؟ لا الكمالة 5. الكمالة ب 5 جنيه. طيب بالنسبة للمواعيد بتاعت حضرتك من الساعة كام للساعة؟ 24 ساعة. ما عدا وقت الحظر طبعا. ساعة الحظر بتقفل الصالة. وبتشتغل بعد كده؟ بتشتغل تكاوي بس. عادي. طيب بالنسبة الفروع بتاعت التكاوي بتاعتك اللي أنت تقدر تودي فيها لغاية فين؟ أي مكان. القاهرة والجيزة؟ كل. أي حد بيطلب شغل خيمة؟ لو مصانع في أي حاجة بتروح عربية مخصوصة تبعت لهم. يعني مثلا المصانع ليها عرض عندك مثلا؟ ليها عرض. بيبقى كام في المية مثلا؟ يعني عاملين عرض 10%. 10% للمصانع؟ للمصانع. فروع كتير جدا الخديوي. عشان الناس تبقى عارفة إن اللي هو الثلاث نجوم والهلال ده اللي هو يخص. هو أصل الخديوي في شبرا الخيمة الشعار الهلال والثلاث نجوم. ده. وهو أول فرع اتعمل في عرابي. أول فرع. لكن في أسماء تاني خديوي. أي حاجة مش تبعنا. مش تبع حضرتك. لا ربنا يخليك يا أحلى سلام لأهل شبرا الخيمة اللي أنت منها وناس محترمين. ربنا يبارك فيك.